ليه حاسس ان امام عاشور مستهدف؟ ما هو كل الفرق مستواها قليل، يعني كل الفرق في الماتش ده مستواها يعني تحت العادي. ليه امام عاشور تحديدا مستهدف وطول الوقت الناس مركزه مع امام؟ مع امام وامام هيمشي من المنتخب، مش هيروح المنتخب، ده محتاج ايه ولازم يبقى احتياطي. ليه؟ طبيعي جدا اي لعيب بيروح من الاهلي او الزمالك او الزمالك للاهلي لازم يكون عليه ضجه اعلاميه، لازم بيكون هو اللي بياخد السوق او بياخد في الحالتين، لو خد المكسب هو اللي بياخد رقم واحد. لما انت تشوف النادي الاهلي لما بيكسب امام عاشور في حته تانية، لما بيحصل مشكله كان كهربا قبل كده موجود هو اللي بياخد. فلعيبه يعني هو اتحكم عليهم كده، لعيبه الاهلي اتنقلت للزمالك او الزمالك اتنقل للاهلي، هم اللي بياخدوا في الحسنات وبياخدوا في السيئات لو جينا نتكلم لغه الكوره. بس احنا بنتكلم الفتره الاخيره امام في قله مستوى، في مشاكل كتيره موجوده، يعني احنا بنشوف مشكله على ورا مشكله ورا مشكله ما كانتش موجوده. انت بتتكلم بره الملعب، بتكلم بره الملعب. ما خلي بالك يا استاذ محمد، طول ما انا خناقه المول، ما اعرفش خناقه، ما اعرفش ما ده خلي بالك دي بتدي يعني بتديك قرار من كده، اللي انت بدل انت مش مركز بره الملعب مش تبقى نفس الموضوع. ما انت خلي بالك التركيز بيبقى شكل عام، انا مش معقول ابقى ملتزم بره الملعب وابقى مش ملتزم جوه الملعب. فدي اللي بنتكلم فيها امام الفتره الاخيره، مستواه بقى له فتره حتى في الماتشات الافريقيه مش مميز. الماتشات حتى لسه الاهلي بيبتدي ينزله بعد الاصابه برضك نفس الكلام، مع المنتخب ما بيأديش او بيحصل له اصابات بشكل كبير، وده كله يعني الناس كلها شايفه الحاله العامه لامام مش هي نفس الكلام. هل ده يوصل لفكره انه يعني لازم يقعد على الدكه؟ شايف كده؟ انا كان من رايي حتى قلت من فتره من زمان، يعني انا عندي ورقه لازم اشتغل بيها قفشه، الراجل بيشتغل ملتزم بيشتغل كويس. حتى النادي الاهلي لما نزل اخر ربع ساعه مع نادي الزمالك الاهلي مسك كوره، يعني حسيت الاهلي فيه خطوره شويه، فلازم يكون في روح، يعني في روح التحدي بين قفشه ياخد شويه امام ياخد شويه، لازم يكون في بلغه الكوره كده لازم يشدوا بعض بلغه الكوره. انا شايف امام بيلعب حتى وحش حلو، فدي كده مشكله. لازم يعني لازم لعيب الكوره المصري بالذات لازم يتخطف بلغه الكوره. هل ضج على امام لانه كان في الزمالك وراح الاهلي فعلا؟ هو مستواه قلل مش بس ما عشان مش امام بس، ما مروان كان قال واكرم كان قال وهاني إمام كان واضح قال وعمر كان قال. امام واضح جدا جدا جدا، مش هو ده امام اللي كان شايل على كتافه نص ملعب النادي الاهلي. خلينا نتفق ان امام لعيب كبير. تعال بقى للنقطه الاهم. في حاجه الناس مش ملاحظه فيها. بص لعضلات امام وهو في الزمالك وعضلات امام دلوقتي، مدى الانخفاض بتاع العضله نفسها. عندنا الصورتين يا جماعه احنا امبارح اذعناها. يعني بص على دي، ركز كده هتشوف عضلات الفخذ بالذات في اختلاف كبير جدا. لا والتكوين حتى الكتاف. الله ينور يعني حتى عليك. التكوين انا دلوقتي الاول كنت بشتغل على نفسي كويس قوي، دلوقتي بقيت اشتغل على نفسي. دلوقتي بقيت مركز بقى ايه غزاله، ايه غزاله حمراء والاغاني والسوشيال ميديا، وان انا عايز اطلع اعمل شو قدام الجمهور، ما بقتش مركز في عضلاتي. طب هو ده مش ده دور جهاز الفني ومخطط الاحمال والكلام صح. ده انت صح، انت بس لازم يكون انت الاول، بس اللعيب عنده دافع يعمل ده بتاعتك انت تيجي من الاول. اللي في اول المدرب يقول لك تعالى في مره، لو انت ما عندكش الدوافع دي او انت جاي قبل التمرين بنص ساعه. هو زيزو، هو زيزو على سبيل المثال، هو كيفه الملاعب يبقى بكيفه طبعا يعني. انا عايز اشتغل على نفسي ولا لا؟ انا عايز اعمل يعني ده التكوين الجسماني للعيب اللي بنشوفه ده، ده اللعيب اللي عايز كده ولا المدرب اللي هو كده؟ هو المدرب كان بيطلب من امام ان هو يشتغل على نفسه في الفتره الاولانيه، لا انا بشتغل والجهاز يساعدني. انت قصدك دي تدريبات اضافيه عن التدريبات العاديه؟ شغل حاجه تخصصيه طبعا. انت اديك مثل اقرب مثل في نادي الزمالك مع عبد الله السعيد. الله ينور عليك. 38 سنه بس، بص تكوين الجسماني الناس كلها احنا شفناه قلنا ده خاسس، يعني باين الفورمه بتاعته بشكل كويس مظبوط. فانا لازم اشتغل على نفسي. لا هو حتى وهو بيحتفل بالكاس وقلع التيشيرت باين عضلاته، باينه جسمه، باين عضلاته. 30 سنه طبعا كامله ومسلمه. مولانا عبد الله حتى في فتره الاعداد دي اشتغل على نفسه جامد جدا، فتره الاعداد بتاعت الموسم ده احنا شفنا لقطات وحاجات لعبد الله كان بيشتغل. اهو ما هو الصوره يا كابتن، بص العضله هنا عامله ازاي وتكوين العضله. لا وكتافه من فوق، بص كمان على كتافه من فوق. هات لنا الصوره الثانيه بقى تلاقي ايه في ضمور في العضله نفسها او الا بص بص العضله عامله ازاي هنا. فينا مسلم في اختلاف كبير جدا، في اختلاف كبير جدا جدا بين العضله هنا والعضله هنا. انا كنت هنا شغال على نفسي وبدي لنفسي تقويات، دلوقتي ما بقتش مركز في دي قوي، ومركز في الشو في الاعلام وفي في السوشيال والكلام ده. لا عشان فيها جزء طالب برك تمرين وتغذيه، خلي بالك التغذيه برضك مهمه جدا. طب ده عيب مين؟ هو اللعيب لازم اللي يدور على نفسه طبعا. بس عشان كده بنقول ايه ان الضجه دي، لا هو مكانه كمان بيحتاج قوه، يعني هو لعيب نص ملعب وجراي مفترض وبيبذل مجهود طول الماتش. لو انا مش واقف على نفسي على رجلي بدنيا شكرا، مش هبقى في حالتي اللي انا كنت موجود فيها. عشان كده بنقول ايه، خد بالك انا بتكلم دلوقتي مع امام، مع ان انا لو انا بني ادم مش طبيعي اقول ايه لا خليه كده على طول، لا احنا عايزينه في منتخب مصر، منتخب مصر عايزه، فاشتغل يا بابا على نفسك عشان منتخب مصر كمان. بصراحه من المدرسه الاصح ان لازم الاهلي يبقى في قمه اداء كل لعيبته،
ده، وان الزمالك يبقى في قمه واحنا اللي بنستمتع، والملعب هو اللي بيشوف اللي بيكسب في الملعب. هو ده هو فاهم ده. ازاي عشان يعني كده يعني انا متذكر لغايه قريب يعني كان الاهلي فين يعني لغايه ما مشي بن شرقي والجيل الاخير ده الاخير كان فرجاني وبن شرقي ومصطفى محمد ومصطفى فتحي وطارق حامد، يعني عارف المجموعه اللي مشيت فجاه دي، والاهلي كان فيه طبعا نجوم كبار جدا، عبد الله السعيد وكان رمضان صبحي قبل ما يمشي، فشوف الفرقتين كانوا عاملين ازاي، تستمتع هو ده والملعب بيقول ده في نقطه كمان شبانه مهمه جدا. اتفرج على الفتره السنه اللي قبل اللي فاتت، بدايه فتره اعداد نادي الزمالك، زيزو طالع على التصريح اتفرجوا على عمر جابر السنه دي، ده جاي مننا مسلم ان اوريدي سحبوا معاه وبدا يشتغل على نفسه. عمر جابر بقاله السنه دي السنه اللي فاتت والسنه الجديده اهو من احسن لعيبه نادي الزمالك، ويستحق ان هو ينضم لمنتخب مصر. ليه؟ عشان يشتغل على نفسه كويس جدا، بدا يركز، بدا يدي لنفسه احمال بدنيه معينه مع الشغل مع المدير الفني، مع واكيد في مختلف عمر جابر السنتين دول السنه اللي فاتوا دي 100% هينضم لمنتخب مصر. اكيد عمر بقاله فتره ماشي بشكل كويس. طلع الكلام انه الكابتن حسام حسن بيفكر يضم اكرم توفيق يبقى بديل لمحمد هاني ناحيه اليمين. ما احنا كده يا استاذ محمد، احنا برك بنلعب بقالنا سنتين ثلاثه بنلعب نفس المشكله، احنا مش عايزين نرجع لاحمد فتحي بيلعب في جميع اماكن الملعب. احنا بنتكلم دلوقتي انت شوف المميز عمر مثلا في الحته دي كويس، عمر كمال عبد الواحد شغال فيها، فاللي انت لازم تعمل عندك بلان واحد يعني اثنين ثلاثه. من 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 دراستك كده شخصيه كابتن حسام حسن وافكاره هيضم عمر جابر؟ اكيد طبعا لازم. دلوقتي احنا لازم نطلع من حته الحب والكره. هو يعني عمر جابر مع كابتن حسام ما حصلش حاجه. ما ممكن عمر كمال كان في واقعه قديمه انا مع نهايه الموسم تفتكرها فتوح. عندك طارق طب واقعه حب وكره؟ لا مش كده هقول لك. لا عمر كمال كان في قصه في المصري اعتقد وكان فتوح في سموحه متهيألي كان في قصه كده، لكن عمر جابر ما افتكرش انه هقول لك. عمر مؤدب اصلا هقول لك انا. لا ما افتكرش يعني عمر جابر حد مؤدب جدا. كابتن حسام طبعا مدرب كبير واسم كبير، بس انا لما يكون الفتره اللي فاتت عندي عمر جابر من احسن باكات رايه مصر وما ضموش معسكرين ورا بعض، هل السن علامه استفهام؟ السن ايه؟ السن السن ايه؟ طب ما انا واخد تمام يعني طب ما حجازي والنني اعمار كبيره في السن. ما في حجازي والنني وفي اسماء في اسماء كتير جدا جدا فيها سن. هي القصه لان كمان خد بالك في بوست اتعمل من عمر جابر بعد عدم انضمام المعسكر اللي فات برضو يعني ايه يعني بيعاتب ممكن يعني يكون ده ليه؟ لا ده بعد المعسكر، بعد عدم انضمام المعسكر. يعني انا كنت منتظر ان انا في احسن مستوياتي مع نهايه الموسم ابقى موجود في منتخب مصر. طب ما انضمتش ليه؟ يعني هو عمر نفسه بيسال طب ايه يعني في حاجه غلط. تتوقع انضمامه؟ خلاص انتوا متفقين ان انضمامه لازم بس لانه هو في ظل كمان مش هياخده في ظل كمان اصابه هاني. انا لسه كنت اقول لك بلس هاني عنده مشكله. انا بقول لك مش هياخده لا ليه؟ معرفش. انا مش عارف ليه، ما انا لو عارف هقول. انا بقول لك هياخده. يا رب. يبقى كده كلام انا غلط. لا هعتزل الكابتن حسام كده. لا احنا يعني لان برضه في معلومات جايه انه كابتن حسام بيفكر يضم اكرم توفيق يبقى هو البديل لهاني في اليمين. ما هي دي بقى المشكله. انا كنت بعاتب على يعني الناس زعلت مني كتير قوي قوي. كنت بعاتب في فتره من الفترات على جوميز ان هو بيلاعب عمر جابر باك ليفت في ظل ان انت عندك جبهه يمنى منظمه مع بعض وفاهمه بعض قوي زيزو عمر جابر، فانت عايزك تحط كل واحد في مكانه. فحط واحد كل واحد في مكانه. ايوه بس هو خلي بالك هو كان مزنوق كان عنده مشكله. لا بس برضه ما تنساش ان اكرم لعب سنين باك رايت. اكرم ايوه لا انا رجع نص الملعب بس السنه اللي فاتت. انا بتكلم عن النقطه بتاع اللي بيتكلم عمر جابر باك ليفت. انا الاحتياجات عندي وكيف مقفول، فانا بحاول اوظف عندي الناس اللي احسن حلول في عرف الكوره يا مسلم. اللي انا افهمه في الكوره في التدريب ان ايه لما اكون عندي جبهه شغاله ما بوظهاش وانقل لعيب من مكان من الجبهه دي واحطها في الجبهه الثانيه. طب خلي الجبهه اللي شغاله وكده كده الجبهه الثانيه اوريدي حللها حل بعيد عن الجبهه دي. حتى انا ميتها مش لازم بيقول 50 50 على بس. طب ما انت موتت الجبهتين. شوف حل بعيد عن الجبهه اللي شغاله طالما دي شغاله يعني. طب انا حتى لو اشتغلت بالجبهه دي كويسه ما الناحيه الثانيه انا هتهري منها. لا يعني شوف حل ثاني غير انك تشيل عمر جابر فتبقى. لا انا بتكلم راجل بالشكل عام. هو راجل كان مزنوق، هو راجل ما عندوش حاجه، كود مقفول للعيبه، فانا بفصل على قد اللي عندي. يعني شوف اي لعيب ثاني يقصد حد يحل لي المشكله. هجيب مين الزناري؟ اي حد الزناري يحل لك المشكله يا باشا. اي حد ممكن يلعب المركز على فكره ده. كان في الولد صور اسمه معاطي مثلا، في الولد اللي هو اللي جه من طنطا اسمه ايه لا محمد عاطف ولعبها وكان كويس شغال فيها. هوش مقتنع ما هيشوف بقى. هي بقى يبقى انا كده ببوظ جبهه شغاله عندي وقويه. بس يمكن عمر الدور الدفاعي عنده قوي. على فكره عاطف بيعرم من الحته الدفاعيه كويس، والفكره ان انت اوريدي ما كانش عندك
منافسه على البطوله وبتجرب. طب ايه المانع؟ ما هو انا كده كده انت اوريدي كسبت الكونفدراليه والدوري خلاص بعد مثلا عنك. فخلاص انت ما عندكش مشكله. طب والكاس انت مشكله مش هتلعب. ليه بقى انقل واغير في مراكز لعيبه؟ اللي هو نفس الكلام دلوقتي اللي بنتكلم فيه على فكره الكابتن حسام ان هو يجيب اكرم توفيق. بس اكرم كان باك رايت، يعني اكرم 3 سنين باك رايت. بس لما تيجي تقيم اكرم باك رايت المنتخب، لما تيجي تقيم اكرم مع عمر جابر في الفتره دي مين افضل؟ اكيد 100% هتحط عمر جابر. لا هو في حالات يا طارق برضه، خلي بالك يعني في ماتشات احنا بنتكلم اكرم توفيق الفتره اللي فاتت كان مميز لحد الماتش الاخير في نص الملعب. هو كابتن طارق يقصد نص الملعب بتاع الباك رايت. في نص الملعب، نص الملعب اللي كان موجود. هنتكلم على الباك رايت، الباك رايت عشان النادي الاهلي كان عنده مشكله في الباك رايت، فعشان كده ما عندك عمر كمال عبد الواحد، عندك محمد هاني، فاكيد في الحته دي مش هيبقى مميز. في نص الملعب بقى مميز، بس بنتكلم الفتره اللي فاتت بنتكلم يعني راجل ده مكانه عمر جابر مميز. مش بس تتكلم بقى قناعات المدرب كابتن حسام، انا هحط يعني انا عندي ثقه في عمر ولا في اكرم توفيق؟ دي ترجع له. ممكن يقول لك لا انا شايف اكرم عنده السرعه والقوه. عمر مش لعيب صغير، عمر لعيب بخبرات دوليه كبيره على حسب بقى وجهه نظر المدير الفني. انا شايف بس انت بتقول هيضمه. انا بقول هيضمه طبعا. كابتن طارق بيقول مش هيضمه، صح كده؟ خالص.